صفاء، عايز ابدا معاكي لانك الاخصائيه النفسيه، وانا ما شفت المذكره اللي انت كاتبه فيها الوقائع اللي بيحصل، كلام مخيف يعني. قولي لي ايه اللي دعاكي لانك تقولي لا انا مش هينفع اسكت؟ دايما البعض يمكن انه يتعامل مع قضايا من هذا النوع ويقول يعني الصمت علشان لا اسبب لنفسي ازعاجا، خاصه ان انت بتتعاملي مع جهات اول ما تطلعي ده، يعني ايه اللي خلاكي تقولي لا انا مش هينفع اصمت؟ ابني، انا اعتبرتهم زي ابني بالظبط، يعني انا مش هرضى اللي يحصل في ابني يحصل فيهم، ده اللي خلاني ما اقدرش اسكت. يعني تخيلت ان لو ابني مكانهم وحصل له كده هعمل ايه؟ هحط راسي تحت الرمل واسكت، ولا المفروض ان انا اتكلم واعالج واشوف يعني اعمل خطوه ايجابيه يعني. طيب خلينا عشان يبقى معانا هو الاستاذ منير عبد العظيم، مدير جمعيه انقاذ الطفوله في عين شمس. استاذ منير اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ منير، هنسمع الوقائع وبعدين حضرتك تعقب. اتفضلي. انك قلتي انه هما زي ابني، يعني انا انت لما سالتك قلت لي لانه ابني يعني بتعتبرهم زي اولادك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاك تشوفي انه الوضع لا يمكن السكوت عليه؟ والله هي القصه من الاول. انا نزلت، كنت واخده اجازه وضع ونزلت من يوم 1/1. اكتشفت ده تقريبا كان يوم 25/1، حتى حضرتك ده في كشكول الجلسات. عن طريق اول ولد اذكر اسمه ولا لا؟ من غير ذكر اسماء. ولد كان عنده 9 سنين. الولد ده المشرفه اللي هي الليلي اللي بتبات معاهم كانت بتحميه، المشرفه دي جديده. فكانت بتحميه، فلاحظت ان في حاجه غلط في فتحه الشرج بتاعته. فنادت، احنا نتكلم طبعا كلام علمي طبي عشان حساسيه الموضوع. فنادت عليا، يا استاذه انا حاسه ان الابن فيه حاجه غلط عن بقيه الاولاد. فهو كان واضح عن الولد ان في يعني فتحه الشرج بتاعته العضله يعني ما فيش تحكم. يعني من الواضح ان عنده مشكله. ما فانت قلتي واضح جدا يعني. واضح لدرجه الشمس. يعني اللي هو يعني يعني الولد متبهدل. قعدت مع الولد جلسات وكده، الولد اعترف لي مين اللي عمل فيه كده. وقال لي ان دوت بيحصل من رمضان اللي فات. من رمضان اللي فات. وتقريبا يعني لو الولد يوصل للمرحله دي يعني المفروض ده بيحصل يعني يوم بعد يوم، عشان يوصل الولد للمرحلة دي يبقى لازم يبقى كده يوم بعد يوم. انها اعتداءات جنسية متتالية يعني. ابتديت ان انا بلغت في الادارة ان الولد دوت. اي ادارة؟ الادارة اللي هو استاذ منير واستاذ صفاء. بلغتهم بالمشكلة بتاعت الولد، وبعد كده هو قال لي اشتغلي مع الاولاد وكده. فابتديت ان انا اشوف الاولاد، بقيت اعمل في الاولاد جلسات، بقيت كل ما اجيب اولاد يعترفوا لي على اولاد تانية، ما في فلان وفلان بيعمل، ما فلان وفلان بيعمل، لدرجه ان هو بقيت لقيت اعداد كتيره قوي بيحصل بينهم الموضوع ده، اللي هو اكنه اكل وشرب يعني، مش حاجه يعني حاجه عاديه جدا بالنسبه له. يعني يعني اصبح ذلك جزءا من اجندتهم اليوميه. بالظبط كده، زي ما بياكل وبيشرب فالاعتداء الجنسي ده اصبح جزءا من حياته اليوميه. بالظبط. ده بجانب ان في مشرفه تانية كانت بتشتكي من ولد، الولد فضل 4 ايام ما كانش بيعرف يعمل عمليه الاخراج. فانا شكيت ان الولد فيه حاجه، فاخدته يعني بعلم برضو من مدير الدار، طلعت بيه للدكتور. الدكتور كشف عليه، اكد لي ان هو تم اعتداء الجنس عليه، سبب له في مشكله ان هو ما يقدرش يعمل حمام غير بالفازلين، وان هو لازم يتعمل له عمليه. ده الطبيب. وجيت وخليت الطبيب يكلم الاداره نفسها اللي هو استاذ صفاء، ده السكرتير، ده النائب مكان استاذ منير. الولد لما كلم الدكتور
قال له اللي بيعمل فيه دوت اخواته اللي هم في اعدادي دي برضو مشكله تانية برضو هتكلم فيها. فالدكتور قعد اتكلم مع اخواته اللي هم في اعدادي اللي هم اكبر منه شويه يعني. المفروض دول مش المفروض يفضلوا في المكان بتاعهم وهم معاهم. فقعد الطبيب قعد يتكلم مع اللي هو ازاي تحطه كبير مع صغير ومفروض يبقى فيه تنقلوه من الناحيه الثانيه وما ينفعش ان هم يبقى فيهم مشرفه هي اللي تبات في وسط اولاد كبار. المفروض ان هم دول محتاجين مشرف راجل، السن ده محتاج فيه اب مش محتاج فيه الام. كل ده الطبيب قاله. فقعد وهو بيزعق انتوا مش مفروض بتشوفوا شغله. قلت له والله كل الكلام ده انا بلغت بيه الاداره وقلت ومحدش سمع كلامي، لدرجه ان انا لما قلت كده للمدير نفسه قال لي مالكيش دعوه انا بحب احط النار جنب البنزين، انت مالكيش دعوه ما تجيش تلخبطي لي السيستم اللي انا ماشي عليه واللي انا عايزه، انت مالكيش دعوه. لا بحب احط النار جنب البنزين ده بيشعل النار في مجتمع في اطفال يعني. لدرجه ان انا قلت له ده في القران الكريم، انت لو حضرتك عندك اطفال ولاد وبنات هتفصلهم، فازاي تنيم مشرفه 30 سنه في وسط الشباب في مرحله مراهقه نايمه قصادهم يجي لهم هم اثاره جنسيه منها يفرغوا الطاقه بتاعتهم دي في الاولاد الاصغر منهم. صح ولا طب لا؟ طب انت كده وجدتي يعني كملي الوقائع يعني انت واضح كده بتلاقي انه لا مش وقعه شذوذ واحده او اثنين او ثلاثه، لا انت شايفه انه ده انتشر بشكل كبير يعني. ده بقى بجانب ان انا لما عرفت في معلومات من الاخصائيين اللي هم قدام بقى لهم سنين في الجمعيه ان الموضوع ده منتشر عندهم من 2012 ومش لاقيين له حل. يعني انا ما كنتش عارفه ان الموضوع قديم، يعني انا كنت بشتغل على شغلي انا، ان انا لسه جديده وبشتغل على شغلي وان انا فاكره ان انا بطلع حاجه كده يعني حاجه جديده عليا، لكن اتضح ان الموضوع ده من 2012 وده في المحاضر اللي مع حضرتك وفي بصمات الاولاد وفي اعترافات بيمضوا بايديهم طبعا عايز اقول لكم يعني هي الاخصائيه عندها يعني الكشكول بتكتب ده دفتر فيه الجلسات دفتر يعني بتكتب فيه كل الوقائع اللي بتحصل الدفتر ده عشان بس فيها اسماء فاحنا يعني مختوم مش هن بس هي يعني بشكل عام كل اللي انتم شايفينه ده بتكتب تفاصيل هذه الوقائع اللي هو قمت بالتحدث مع الابن وتهدئته ومن خلال الحديث قال الابن نقط مش هنقول الاسم ان فلان قام بالاعتداء عليه كذا مرة وهذا من شهر رمضان السنة الماضية وكان يحضر له الحلوى ويأخذه ويقوم بالاعتداء الجنسي عليه، فقمت بتوعية الابن بخطورة وحرمانية هذا الفعل وكيفية المحافظة على نفسه من اي شخص، ثم قمت بعرض الموضوع على مدير الدار. يعني هي بتكتب كأخصائية اجتماعية ونفسية الوقائع بالشكل ده. ايضا قمت بالتحدث مع الابن طفل ده شخص طفل تاني في اسباب انطوائه عن زملائه وعدم رغبته في النزول من العنبر، وبعد احاديث كثيره وعدم اقتناعي بها توصلت مع الابن ان فلان الفلاني بيقوم بمضايقتي، وقمت بالضغط على الابن اكثر فقال لي انه تم الاعتداء الجنسي عليه وقام بتصويره فيديو وانهار الابن. انت بتسمي الحاله الطفل عندكم الابن يعني بالظبط، وقام الابن بال الانهيار في انهار في البكاء، قمت بتهدئتي وعرضت الامر على مدير الدار. وبتكتبي التوصيات انه يجب عرض الابن على دكتور الجراحه. المفروض التوصيات دي كل ده وقائع. قمت بالتحدث مع الابن لما قاله الابن فلان انه المهم يعني للانتقام من المشرفة الليلي انها كانت دائما تعايره بانه كانت دائما تعايره بانه شاذ جنسيا. طيب كملي اكتشفتي وقائع تانية في حاجة. هو سن مهم 8 سنين و13 سنة و12 سنة 9 سنين يعني هي كاتبه سن الاطفال كاتبه السن طبعا سن انا عايزه بس ما تنساهاش الدكتور بتاع الصحه اللي كشف ده مهم جدا النسبه دي مهمه جدا. في حاجه برضو في حاجه ثانيه، انا لما لقيت الموضوع كده ولقيت ان مفيش فايده ان انا كل ما اتكلم مع المدير ويتقال لي هحط النار جنب البنزين يعني مفيش حل ان انتوا عايزين تحلوا معايا، فاضطريت ان انا ابعت شكوى للوزاره ورقم الشكاوي ديت هما ما كانوش يعرفوا الاول ان انا اللي كنت بعت الشكوى. ماشي. ده المدير في المفروض المؤسسه دي مؤسسه تعليميه، ف
فبدخلها مدرستين، مدرسه ابتدائي ومدرسه اعدادي. مدير المدرسه الابتدائيه يعني هي مش دار رعايه فقط، لا دي لا مؤسسه تعليميه المفروض ان هي تخرج لنا دكاتره مهندسين، تخرج لنا ابناء متعلمين، لان لو فشلوا في التعليم بنحولهم لمؤسسه مهنيه يتعلموا مهنه يخرجوا بيها يشتغلوا. وفيها ابتدائي واعدادي وثانوي، بس طبعا مش هو هي ما بتعملش باللي هي المفروض ان هي تعمله. المفروض مؤسسه تعليميه دي يعني المفروض حضرتك جيب لي اللي هم التعليميه بس، مش عايزين ندخل في حاجه تانية، خلينا في موضوع الشذوذ ده. خلينا في الموضوع يعني لما تبقى في مصيبه اكبر هنشوف المصايب اللي بعد كده، انهم بيتعلموا ولا ما بيتعلموش بالظبط. لا خلينا ننقذهم من المصيبه الاكبر، الضياع اللي هم فيه يعني. بالظبط كده. مدير المدرسه لما سمع ان في حالات شذوذ جاب ده، مدير المدرسه الابتدائي جاب دكتور تامين صحي يكشف على الاولاد عشان يطلع يعمل كشف بين الاولاد اللي فيهم ايجابي وسلبي، يعني الايجابي ده اللي هو حصل عليه الاعتداء، السلبي اللي هو سليم. طلع حوالي 34 ابن، حضرتك عندك الكشف بالاسماء. 34 ابن ايجابي يعني معتدى عليه. من كام واحد بقى معلش؟ من كام واحد؟ حوالي 45 يعني حوالي 98 او قول 90%. متخيل حضرتك استاذ وائل 34 من بين كام؟ الكشف عند حضرتك كام؟ 34 الكشف 12. هو ده يا فندم اللي كان في ايد حضرتك، اللي هو ده بصمين هم الاولاد لا مش ده، الكشف باسماء الابناء الابتدائيه، هتلاقي كشف اسماء الابناء الابتدائيه كشف مسطر نصيب المهم يعني طب انا هطلعه طبعا 34 طفلا تم الاعتداء الجنسي عليهم بيمارسوا الشذوذ الجنسي من حاجه و40 طفل ده الابتدائي ده الابتدائي بس الابتدائي بس انت عارف 34 من حاجه و40 يعني ما دخلش على الاعدادي كمان والثانوي النسبه تتجاوز ال 90 95%. بالظبط. طبعا الدكتور راح بالظبط كده وانا واقفه قال للمدير المدرسه وقال للمدير للنائب بتاع السكرتير، لان المدير الدار ما كانش موجود، مدير الجمعيه ما كانش موجود، لو انا بلغت المنطقه الطبيه هيبقى فيها شوشره على المدرسه وفيها خطر عليكم كاداره. فانا انا انقذ الاطفال حتى لو في مليون شوشره. بالظبط كده. يعني ايه الشوشره؟ قعدوا يقولوا له خلاص نلمها ونعالجهم ونشوف ونعمل ونسوي، وسكتوا الموضوع على كده. انا دخلت تاني للدكتور قلت له حضرتك اعتبر دول اولادك، حضرتك المفروض تسكت، دول في رقبتك، دول قعدت اتكلمت معاه كتير. قال لي طب خلاص حاضر هبقى ابعت منشور للمنطقه الطبيه، وما حصلش اللي هو بعت حاجه ولا عمل حاجه. وسكته الدكتور على كده. دي نقطه. نقطه ثانيه برضو، لما جه بتوع الوزاره، انا دلوقتي بعت شكوتين، اتبعت شكوتين للوزاره، لوزاره التضامن، وزاره التضامن ومجلس القومي للطفوله. لما جيهم بتوع الوزاره خدوا الابن اللي هو كان اللي انا كنت طلعت بيه، اللي هو الدكتور اكد لي ان هو لازم محتاج عمليه، اقول من غير اسماء مين اللي جه؟ لا يعني انا شايف ان هو مش لازم ان هو مين اللي جه من الوزاره يعني هو احد المسؤولين يعني، بس هو هو جه من الوزاره يعني مسؤول في وزاره التضامن الاجتماعي. بالظبط كده. جه خد الابن لغايه المفروض رايح بيه للطب الشرعي بتليفون واحد، رجع ما وصلش للطب الشرعي ولا عمل عليه طب شرعي. هو يكون ده فعلا ده فعلا المسؤول الرسمي. في نقطه برضه عايز اتكلم فيها، ان مدير الدار عندنا كان وكيل وزاره سابقا، دي حط يعني حط تحتها 100 خط. مدير الدار اللي هو مين؟ استاذ منير اللي هو معايا. كان وكيل وزاره سابقا طلع على المعيش وفي وزاره التضامن. دي حضرتك حط تحتها 100 خط. احنا كنا ناقشناها قبل كده، ان لما يبقى المسؤولين في وزاره التضامن بيعملوا دور رعايه ودور وتتحول في النهايه الى بيزنس يعني، و لا هي حاجه شخصيه حضرتك او حاجه خاصه. حاجه كمان، جيهم بتوع التدخل السريع قعدت معاهم، هو كان مدير الدار قال لي كشكول ده تخفيه، اقطعي الصفح بتاع المكتوب فيها الجلسات. قلت له ما ينفعش اقطعها، اللي هو الكشكول ده اللي انت بتكتبي فيه وقائع الاعترافات الاولاد ليكي. قال لي اقطعي الصفح ما تجيبيش السيره. قلت له ما ينفعش اقطعها، ده مترقمه من واحد لغايه اخر صفحه ومختومه، لو اتقطع الصفحه بيبان ان كده مقطوعه مش ينفع اقطع. قال لي خلاص اخفي الكشكول، مش عايزه يبان، ومش عايز لما يجوا بتاع تدخل هو حاله واحده بس اللي عندنا، نجيب السيره على اي حالات تانية، يعني انت ما عندكش نيه ان انت تصلح اهو. قلت له خلاص حاضر امين ماشي معاك،
ودخلت اللي بتوع الوزاره بقى يقول لي اتفضلي امشي عشان خاطر ابنك. قلت له لا، ابني جوزي هيجيبه من الحضانه، انا عايزه اقعد معاه. فضلت قاعده معاهم بالتحقيق اكتر من 4-5 ساعات. جبت لهم كل حاجه وكل المستندات دي اديتها لهم اللي معايا من اللي هو من سنه 2012 لغايه 2017. ده مستندات مخيفه. ده ما ينامش، ده المسؤول ما ينامش لما يشوف ده. ده معناه ان الفيديوهات اللي معايا الاطفال ضاعت، شذوذ اعتداءات جنسيه كمان تصل الى حد التدمير الصحي دول بيخرجوا المجتمع البدني يعني، ودول بيخرجوا المجتمع بعد كده. المفروض بقى اول يعني دول بعد كده هيكبروا ويبقوا في المجتمع عندهم شواذ. في انهيار مجتمعي لان هيعتدوا على اخرين واطفال اخرين، يبقى الاطفال عرضه. انت هنا قلتي انه 34 في المرحله الابتدائيه بس. طب هل الدكتور ما رضاش يكمل يعني الكشف؟ قلت ان الكبار بيعتدوا كمان على الصغار. ما الدكتور ما رضاش يكمل كشف، قال لك لما الابتدائي فيه العدد ده ما بالك الاعدادي والثانوي ايه هيبقى كله، صح ولا لا؟ يعني كمان الدكتور ما رضاش يكمل كشف. الابتدائي اقل نسبه، الابتدائي هي اقل نسبه. هو عمل تعويض، ده بيعوض في ده وده بيعوض في ده، ده اشمعنى ده بيعمل كده في الصغير وهكذا. فهتلاقي في المرحله الاعداديه اكبر وفي المرحله الثانويه سن المراهقه كمان. بتقعد تدخله السريع. انا اديت لهم كل حاجه، المفروض انه يبقى في اجراء لغايه دلوقتي اهو احنا بقالنا. طب هل الاطفال نفسهم، بس انا بهتم يعني الحاله النفسيه، يعني الطفل واعي باللي بيحصل له وبتتكلمي معاه في انه تعالى نعالجك، لانه هنا الشذوذ لم يكن خياره. هو الطفل الصغير مش فاهم، مش مدرك قوي. الطفل الصغير مش هيبقى مدرك قوي هو دي حاجه صعبه ولا لا، ما عندوش توعيه، ما حدش بيوعيه بده. لكن الكبير لما فهم طلب اهو من 2012 ولا من 2000 وكام طالب ان هو عمال يقول عالجوني، انا عايزه اتعالج من المرض ده. ده اللي هو في مع حضرتك الورق طالب كذا، كلهم البصمين بايديهم وبيطالبوا ان هم عايزين يتعالجوا اللي هم دول. كل الاولاد دي مظبوط، دول دي 12 و14. هو طبعا هنا هم كاتبين بعد الاجتماع مع الابناء والتحدث معهم شايفين المهم انه نرجو من سنو اتخاذ الاجراءات الوقائيه والاتفاق مع طبيب متخصص. اول سطر مهم جدا، مره اخرى دي مهمه جدا. محيطكم علما، يعني شوف الخطاب اللي هو كاتبه مين؟ اخصائي اجتماعي. اخصائي اجتماعي هناك. اخصائي اجتماعي مش واحد، لا ده اربعه. اول سطر ده مهم جدا. اربعه يعني كمان أربعة، مش انت يعني عشان انا عارف ان هو هيكون الرد دلوقتي انه انت كاذبه وانت مش فاهم. انا عندي اهو الاخصائيين الاجتماعيين اللي قبل كلهم. نحيطكم علما بان ظاهره الشذوذ الجنسي انتشرت مرة ثانية بين الأبناء. يعني كان في قبل كده يعني قبل التاريخ انتشرت مرة ثانية بين الأبناء سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، نظرا لظروف فترة المراهقة التي يمر بها الأبناء في هذه المرحلة، وتوجد تغيرات جسمانية في الأبناء. يعني الناس بتعترف بوضوح يعني ماضيين الأطفال نفسهم والأطفال ماضيين وإن هم جاهزين في نهاية التقرير ده إن هم عايزين يتعالجوا. بصمتهم دي إقرار منهم بقية الكلام إن هم بيقروا إن إحنا عايزين نتعالج من اللي إحنا فيه. طيب هنا